أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الدليل على أن الخلفاء أربعة فقط؟ وهل إلحاق عمر بن عبد العزيز رحمه الله بهم خليفة خاصا به يكون صحيحا؟ نعم، الواقع هو ذا، وتحديد الرسول 30 سنة حدد الخلافة، يحدد الخلافة أنها في هؤلاء الأربعة، والواقع يثبت هذا وإجماع الصحابة على هذا. وأما عمر بن عبد العزيز فهو مجدد رحمه الله، يعتبر من المجددين لأنه جدد الخلافة، فهو من المجددين في الإسلام وليس هو من الخلفاء الراشدين. نعم، لكنه مقتدي، اقتدى بالخلفاء الراشدين وجدد أمر الخلافة، وجدد حتى جدد الإسلام أيضا، جدد في الإسلام. نعم، فهو مجدد. نعم.